أنا اسمي حنا ورد، أنا مدير تصوير سينمائي سوري عايش حالياً بألمانيا شمال ألمانيا، عمري 68 سنة. هو يعني أنا بعتقد هي تركيبة شرق أوسطية عمرها آلاف السنين. منحب واحد يكون مسيطر، يا حدا مسيطر علينا يا نحن مسيطرين عليه. ما بعرف ليش ما منحب انه كل واحد يعرف شغلته. يلي بيشوف الفلاحين اللي بيشتغلوا بدودة الأز بحس قديش الجماعة راقين حضاريا، كل واحد بيعرف شغلته بدقة. وهي المهنة عمرها آلاف سنين، هي اللي كانت بترول الشرق الأوسط وتحديدا منطقة الساحل السوري وجباله. فالمخرج مهنة، مدير التصوير مهنة، وكل واحد له أهميته وله دوره. فما زابطة أنه يعني واحد يسيطر على الثاني، إلا إذا بما أنه الكلمة الأخيرة للمخرج. يعني طيب ليش ما يكون كل الفرقة مايسترو؟ لأنه المخرج المايسترو ممكن تفرض أعصابه بلحظة من اللحظات، شو الفرقة ما بتعزف. مدير التصوير أكبر داعم لفكرة المخرج بالصورة، إذا ما عمل صورة درامية صحيحة الفيلم ممكن ما يصل مظبوط. بس إذا عمل العكس، عمل صورة رائعة الدراما ما بتتحملها الفيلم بيوقع كمان. كارثة السينما العربية وتحديدا السورية، وتحديدا بسبب انه الممول حكومي، ما في بروديوسر. سبب نجاح السينما خارج هالمنظومة بالنظام الرأسمالي وجود بروديوسر. بروديوسر هو الآمر والناهي وليس المخرج. يعني ما بيسترجي يقول فركش المخرج. بعض المخرجين الأمريكان ما بيمنتجوا أفلامهم، بيمنتجها البروديوسر مع المونتير. لذلك ما في قوى. البروديوسر عبيفرض غصبا عن الكل علاقة ممتازة. ليش؟ لأنه القانون معه، هو المنتج، هو اللي بوقع العقد، فما حدا بيخالف. شوف هلأ اليوم هذا فن، وهذا اختيار اللون الرمادي هذا خيار إبداعي، ما هو خيار تقني أبدا. إيه بدأت سينما أسود أبيض لوجود تقنيات، بس ما كل شيء ملون بالحياة. الأسود أبيض أنا برأيي له جمالياته الرائعة، واللي بيعرف صور أسود أبيض بيصور بالألوان بكل بساطة، واللي بيعرف بالألوان كويس ما شرط يعرف أسود أبيض على فكرة، لأنه في تدرجات بدك توصل لها، ما أنا مسحة. في كونتراست الإضاءة، في كونتراست العدسات، بده يكون في لعب دقيق، في دقة باختيار النوع الرمادي، لأنه في تدرجات للرمادي، فبدي يشتغل فيها واحد مع الجريدينج لحتى يوصل للفاينل الحل الدرامي إنه أسود أبيض. بس إذا بتلاحظ أسود أبيض هلأ عنا مجالات نعمله رمادي غامق، رمادي كاشف، من أول ما كان عنا الحلول، لأنه ما كان في شيء اسمه جريدينج، كان جريدينج فقط أغمق أكشف. هلأ في عنا جريدينج نلعب بمليون، وأنت بالفوتوشوب بتشوفها بتقدر تلعب فيها. أنا بصور كثير صور رأساً بقلب أسود أبيض، بعض الصور بحس إنه هون ما له شغل ملوني، رأساً بقلب أسود أبيض ولا بفرجية ملون لحدا. بيحكي صح، بما انه انت عندك كاميرا قادرة تتحرك بدك تلاقي مبرر لحركة الكاميرا. لما بتلاقي مبرر لحركة الكاميرا ما بقى عندك مشاكل ابدا. يعني مو جديدة حركة كاميرا، يعني طيران العرانق مشهورة لقطاته، يعني هو اصلا هو اللي اخترع الهاند كاميرا بالاتحاد السوفيتي.
صور مشهد طوله تقريبا 18 دقيقة من دون قطع بفيلم ياكوبا، في مشهد على برج الأوتيل بيعملوا أسانسير خارجي، الكاميرا بتنزل نازلة بالأسانسير الخارجي عم تنازلة توصل على الأرض، بصير مشهدين بين الطاولات، وبعدها بتقوم وحدة واحد على ما بذكر راح بيلحقهم هو معهم على المسبح وبتنزل تحت المي. بقى تصور واحد على كتافه، مدير التصوير حامل 20 دقيقة الكاميرا وعم بيصور فيها، لأنه قديش تقيلة لأنه فيها أندر ووتر بوكس. دبعت كيف بفيلم تراب الغرباء عنا حركة مهمة، لقطة طويلة لما بينزلوا المساجين من القلعة. فالمهم التقى تبرير، اليوم الأفلام الحديثة زادت الحركة. ليش؟ صارت أسهل، صار في أجهزة تحرك الكاميرا أكثر من الأول، وهذا خلى المخرجين يعملوا أفكار بالحركة. ممكن مدير التصوير عم يعطوا على كل هذا تعامل، يعني هذا اسمه تعاون بين اثنين بالنسبة لحركة الكاميرا. هي يعني المسرح فن حركة بس من زاوية واحدة، السينما 360 درجة لأنه الكاميرا بتتحرك كيف ما بدك. فالحل الإخراجي مفتوح للمخرج بالطريقة اللي بشوفها مناسبة، ما بنقدر نحصرها المخرج بحل حركة معينة إنه إلى قواعد، ما في قواعد، هذا فن. بعتقد الحياة ماشية ل يعني يمكن كمان 20 سنة ما بقى نلاقي صالة عرض، بعتقد لأنه أزمة كورونا أثبتت إنه في قوى بدها تمشي العالم أونلاين بكل شيء، والظاهر هاي القوى ماشية. يعني أنا ما حضرت غير شيء بمدينتي، ما حضرت غير فيلمين ثلاثة، ما بعرف ألماني لذلك ما بحب شوفها، لما بروح على برلين بشوف أفلام أكثر طبعا، أو هامبورغ أو كذا. طبعا تشوف فيلم بصالة لا تقارن، مهما كان عندك كمبيوتر رائع، مهما كان عندك صوت بيكفي وجود. ويمكن ما تندسر السينما لأنه بس شو تخف، لأنه في بديل. يعني عندك الشباب ما بقى بيحضروا سينما، عم بيشوفها على نتفليكس. نتفليكس يعني لما عارضوها البعض معهم حق، لأنه راح تقضي على صالات السينما. بس تطور هذا ما بنقدر لا نوقف ضده، وبعتقد تركوا حرية للعالم. أنا تقديري في عالم بدها تضل تحضر سينما من الشباب، لأنه الصوت غير شكل، الصورة غير شكل. الشباب اللي صوروا مظاهرات وحاولوا يعملوا سينما ثورية وهن ما لهم علاقة بالموضوع المساكين، أنا بشوف إن هدول أصدق وأهم من كل اللي تعنتروا وحكوا بجوائز عالمية وإلى آخره. بالأصل بسوريا لا توجد سينما سورية، في سينمائيين وفي أفلام، لأنه السينمائيين كانوا عم بحاربوا بعضهم أكثر ما السلطة عم بتحاربهم كلهم سوا. لذلك قدر واحد متخلف عقليا مثل مروان حداد يضرب صداقة عمر أمير لاي وأسامة محمد ومحمد ملص اللي عمره طويل وكانت صداقة قوية. قدر هذا الإنسان، معناها إذا هدول الثلاثة اختلفوا ما ظل لحد تاني مكان ما يختلفوا، وصار خلافات شديدة وصلت للدم بالأطراف السينما السورية للأسف الشديد.
انا بثق بالشباب الصغار يلي عملوا لوحدهم افلام. مثلا انا بعتبر وئام بدر خان انسانة جدا موهوبة بس ظلمت بحقوقها، ظلمت وظلمت بعدم الاعتناء بفيلمها كما هي عملته. توفقت أكثر من أجل سما هي مثل بعضهم عملة أفلام، بس لقيت مخرج إنجليزي يعمل فيلم من خلال عقله البسيط والبريميتيف، طلع فيلم قوي، طلع فيلم منو بريميتيف، هي بسيطة. شوف عم بالسينما المسكينة، نفس الشيء وئام، بس وئام شاعرة عند حركة كاميرا لما عم بتصور بحمص المحاصرة، حركة رائعة ماشي مع الشعر تبعها. أنا برأيي بالثمانينات أهم الأفلام السورية صارت. إذا زحلنا شوي ب78 كان فيلم مرقو، بدأ نبيل مالح ببقايا صور، سمير ذكرى صور حدث 6 متر، كان مفروض أسام حمد يصور فيلم إناس سيناريو لحسن سامي يوسف، بس صار مشاكل ولدنة أعطي لمخرج تاني. أحلام المدينة، بعدين إجاك سمير ذكرى بال86 فيلم وقع العام مقبل، بال87 أسام محمد نجوم النهار، ونبيل مالح بال90s، بس هو بال80s آخر 80s توافع على السيناريو، فيعتبر كله هذا 80s. انتبهت علي كيف؟ فأفلام مهمة صارت وكان وقتها تقدر تعمل. كان ممكن بهالفترة تمانية تصير ضعف العدد من الأفلام لولا ما بدأت الحرب على بعض. أحدهم قال عن تاني ما أنه موهوب، وعلقوا ببعضهم وعلقت معركة مرعبة، شايف كيف؟ للأسف الشديد يعني. وكان في جدية بأخذ الموضوع، كان معمل تحميض مقبول وبدأ بعدين الانهيار بدأ من وقتها. لاحظ كيف؟ وأنا برأي أفلام وقع العام مقبل بشوفه بهدوء هلا، أنا برأي فيلم هام. يعني بنقول في مونتاج ما أنه دقيق، طيب بس أنت شوف ليش حدث 6 متر من شو بيشكي؟ فيلم كتير مهم. أنا برأي سمير ذكرى من اللي ظلمه من اللي لعب عليه المعلم. سمير ذكرى هو بطل الثمانينات، هو عراب كل المشاريع اللي صارت، هو عراب فيلم أحلام مدينة، هو عراب فيلم نجوم النهار. وعلى معرفتي يعني أنا كنت جزء من الحركة يلي أعطي الفرصة لفيلمين أحلام مدينة ونجوم النهار، شايف كيف؟ وما حدا قرب علينا، كان إداريا ملفلة في الأمور. والله من يعني للأسف إنه ما بسترجي أقول إنه فيلم بحبه، لأنه ما عندي ولا من فيلم ولا موجود نسخة كويسة من الأفلام، وكأنه وزارة الثقافة والمؤسسة السينما بدها تدمر هالأفلام، بدها تنهيها. لما أرشيف الدولة بيختفي، جريدة الشهرية اللي كان طالع المؤسسة بال60s أغلب أعدادها اختفى. فما عتب على الأفلام الروائية اللي ما حابينها هني. فللأسف أنا يعني وين الفيلم اللي صورته كان أول نسخة طلعت، وين اللي بين إيدينا هلأ عم نشوفه. واحد من الكتير بحبه هو الكومبارس، لأنه مرق الكومبارس شغله كله مرق مثل النسمة، ما حسينا أما تبلشنا وما حسينا بعدين. بالأرقام فيلم ريكورد عالمي، 20 يوم تصوير، بس ما حدا جبرنا 20 يوم، نحن كان معنا 40، ما حدا جبرنا أبدا. لما بكون مستوفي عناصر الفيلم، السينما لغة، واللغة بتبين إيمت عم تحكي بقواعد صح أو عم تحكي بقواعد غلط. لما بتخطأ إملائياً مبينة،
سينما لغة. هلا واحد بيتعلمها بالجامعة، واحد بيتعلمها بالشارع، ما حدا ما في قانون يقول فقط الخريج بيفهم، لا. بس بيبين الفيلم مباشرة إنه هذا فيلم صحيح.